احساسك ايه لما نزلت لقيت الاستاد متقفل بجمهور الزمالك؟ وانت من ساعه لما جيت الزمالك في رابط كده، يعني عارف انت من حب ربه وحب فيه خلقه، يعني جمهور الزمالك حبك ومستقبلك حلو وفي لينك بينك وما بينهم يعني. والله نعمة أشكر ربنا عليها، يعني دايما أكرر تاني جمهور الزمالك ده جمهور وافي جدا، جمهور عظيم جدا. أنا بشوف الحماس والشغف اللي في عينيهم في أي ماتش وفي أي انكسار للفرقة مهمة. سافروا معانا في غانا، سافروا معانا في المغرب، تحسهم هو الدرع الأول للفريق اللي بيحميه. وده واصل للعيبة بجد في الفترة دي، اللي هو احنا بنلعب عشان نسعد الناس دي. وانا داخل الاستاد انا مش دايما بقول لك في متفرجين ومتشجعين، لا انا حسيت ان 70,000 جايين النهارده يشجعوا. اي يمكن الحماس اللي كان موجود في اول الماتش ده بتأثيرهم، اكيد كان في تعليمات من المدير الفني واللعيبة، بس فعلا كانت دفعة قوية جدا منهم. يعني الماتش نفسه، هرجع معاك ورا شويه للماتش بتاع الذهاب. اول ربع ساعه ايه اللي حصل؟ يعني اول ربع ساعه احنا كنا كلنا بنتفرج، لا دي مش لعيبه الزمالك، في حاجه مش مظبوطه. في مباراة الذهاب فعلا بدأنا مش أحسن حاجة. يمكن كان فرقة نادي البركان فرقة كويسة وعندهم نقط قوة كبيرة جدا زي الكور الثابتة.